حاجات كتيره صغيره لكن بتفرق. زي ايه صغيره بس بتفرق؟ انت بيفرق معاكي ايه يعني حاجات صغيره بس بتفرق؟ المفاجاه. المفاجاه. ايوه بيفرق معايا المفاجاه جدا، بتفرحني جدا. مش مهم بقى المفاجاه ايه يعني، عادي ممكن تبقى حاجه حد تاني يشوفها انها بسيطه، هو ايه دي اللي فرحتك قوي؟ اه دي تفرحني قوي. فكره ان انت تبقى حاجه مش متوقعها ومش منتظرها، دي بالنسبه لي حاجه تبسطني جدا. اعمل كيكه. طب هل تعملي كيكه؟ اه بجد. طب اقول لك حاجه، اللي عمرك ما دوقتينا حتى مش كيكه يعني، ما انا بكسل، ما دي حاجه بتديني سعاده بس مش بعملها. عارفه القرص بتاعت القرص اللي بيعملوها دي، بياخدوها معاهم المدافن، حتى عمرك ما عملتيها. ما بعرفش اعملها. لكن بتعرف تعملي كيكه؟ اه بعرف اعملها، بس برضه عمرك ما جبتيها. هجيب لك واحده. انا عايز اي حد من زمايلنا يقول لي حتى في الاربيس هيبه اديته حته كيكه. ما انا ما جبتش عشان انا ما عملتش، بس هي حاجه بتبسطني يعني لما اعملها، مش مهم ان اكلها يعني، انا ما بحبش الحاجات اللي فيها سكر. بس اني اعمل كيكه بجد بامانه، دي حاجه. طب انت بتعمليها وبتبسطك وما بتاكلهاش؟ اه ريحه البيت كده وانت عامل حاجه حلوه بتديك سعاده. في حاجه كنا قلناها، لما ايه الحاجات اللي تخرجك من المود، لما كنا بنتكلم وانت متضايق بتعمل ايه، دي برضو من حاجات تديك سعاده، انك تدخل للبيت تلاقيه رايق وريحته حلوه. يعني عارف كده بعد ما الدنيا تبقى رايقه وحاطط كده رشش حاجه ريحتها حلوه في البيت، وتعمل كوبايه الشاي ولا النسكافيه يعني، وتقعد تدخل البيت اللي ريحته حلوه، تحس مبسوط. ايوه بترش معطر جو. معطر جو. معلش انا فهمت حاجتين. لا انا فهمت يعني ان في هروح البيت، انا بالنسبه لي يعني كرجل هروح البيت الاقي المدام يعني مظبطه البيت و طب ما هو كده، طب ما هو البيت رايق وحلو، وبقول لك حاطط ايه رشاش حاجه ريحتها حلوه. لا وتبسط الست يعني، لو هي مين اللي هيروق في البيت؟ حتى لو هي اللي مروقه بس في الاخر بتبقى مبسوطه. على فكره القعد في حاجه مكركبه ده بيوتر طبعا، تلاقي نفسك متعصب ومتنرفز وتبقى مش عارف ليه. بس يعني احنا عايزين نتكلم النهارده على الحاجات، حاجات صغيره لو اتقدمت لك تبقى مبسوطه. اتقدمت لك؟ لا مش لازم تتقدم لك او تعملها يعني. لا أو انت قلت مفاجاه. أو انت تعملها لنفسك حاجات تخليك مبسوط. يعني كان من دقائق كده حد برضو من صحابنا بيقول لنا موضوع الشوبينج، حاجه بتخلي الواحد يبقى مبسوط. هقول لك مثلا على حاجه النهارده بصراحه كده، لما بتيجي تعليقات مثلا حلوه بتلاقي مودك حلو صح؟ وبتيجي مثلا تعليق مثلا في موضوع، ساعات بنتكلم في موضوعات تلاقي ناس داخله تشتم. طبعا احنا بطلنا نتاثر بكده، بس بتضايق صح ولا لا؟ تخلي المود كده ايه؟ واحنا مع الوقت ابتدينا نحاول نتغاضى عن ده يعني. اقصد اقول الكلمه بتفرق. صح. ممكن رساله صغيره من حد بتفرق، ممكن كلمه حلوه، انا شخصيا بتفرق معايا الكلمه الحلوه. تمام؟ ان حد يقول كلمه حلوه، ان حد يعبر عن مشاعر لطيفه، حاجات كده بتبقى حلو. مش بس كده كمان، لو الكلام او الرساله او الحاجه الحلوه اللي اتقالت دي تشجيع. يعني انت ايه، برافو عليك عملت ده، ايه ده، انا ما كنتش فاكر كده، ده انت بطل، ده انت هايل جدا. الكلمه دي تحسسك طبعًا. عارف اللي هي بقى ماشي هيرو في نفسك كده، صح، وتخليك عايز تنجز اكتر حاجات احلى يعني. أي. المدح ما نستخسرش في بعض، مثلا بتفرق الكلمه الحلوه في ده. البنت بتاخد ثقه بنفسها لما حد يقول لها شكلك حلو، لبسك حلو، طبعًا. ايه شعرك حلو النهارده. من الاول الاطفال لغايه الكبار الكلمه الحلوه اللي بتتقال دي بتخلي الواحد يبقى سعيد يخرج من المود. كلمه التشجيع ملهاش سن، ملهاش سن، صح. وعلى فكره ملهاش منصب، بمعنى احنا ساعات نفتكر ان لما يكون حد منصبه كبير قوي مش عارف ايه بتاع، ان هو كده كده الكلام الحلو ما يفرقش معاه، ده راجل يعني تعدى الحدود دي. لا، كلنا محتاجين تشجيع، الاعلى منصب فينا محتاج تشجيع، والاقل واحد فينا محتاج تشجيع. صح؟ توافقيني في القصه دي؟ اوافقك جدا. ليه بقى؟ لان الواحد جوه الاتيتيود بتاع الشغل او المنصب اللي انت بتقول عليه بيبقى جد جدا، عنده التزامات، عنده مهام، عنده مسؤوليات هتحاسب عليها. لما بيخرج بره ده بيبقى نفسه يحس انه حد عادي. صحيح. محتاج ايه بقى؟ ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا بحبها جدا وبشوف انها بتدي سعاده، تبدو انها صغيره بس هي كبيره قوي، الاهتمام. الاهتمام. الاهتمام ده حاجه يقول لك الاهتمام ما بيطلبش ولا بيطلب، لا بيطلب، يعني هو المفروض انه ما بيطلبش، بس في ناس من كتر ما هي محتاجاه وبتفرق معاها. الاهتمام ده حاجه تفرح قوي. من الاهتمام برضو والحاجات اللي بتفرح حاجات صغيره، الهديه. مش شرط الهديه تبقى غاليه. مش شرط، بس الهديه في حد ذاتها هي. الهديه في حد ذاتها حاجه حلوه. الهديه تفرق مع اكتر مع الرجاله ولا الستات؟ لا الستات اكتر، بس انا بس وماله، الراجل بيفرح برضه بان حد افتكر وعمل له ده. شكل العلبه اصلا وهي
المتغلفة والشريطة الملونة حتى عشان كده بنهتم لما نجيب هدية لحد بتروحش تديها له في شنطة شكلها مش حلو يعني، ولا تديها له في كيس بلاستيك، ولا ده انت لو انت عندك ورقة جلاد كده شكلها حلو في البيت لفها انت بسلوتيب وبتاع وديها له، الشكل بيفرح الشخص اللي انت هتديها له. عشان كده حتى بنيجي نعمل شجرة الكريسماس بما ان احنا قربنا خلاص بتعمل الهدايا اللي تحت كلها بتبقى عيله فاضيه ديكور يعني، بس تحس بالبهجه يعني. اما تحط الشجره في البيت ومغلف علب وحاططها ليه بتبقى مبسوط؟ فكرتيني احنا لسه ما عملناش شجره. اه بيبقى بص عقلك مترجم كان اللي تحت كل ده هدايا مع انها عيله فاضيه ديكور انت عاملها يعني. أي. فالهدايا بتفرح، الاهتمام بيفرح، المفاجاه بتفرح.